لكن نعم رح نرجع نكفي مطرح ما عملنا assignment. مثل ما لاحظنا كنا عملنا assignment بالactivity رح يعطينا التلميذ رح يجي عنده انه نحن عملنا devoir mentioned in informatique EB6 واكيد كمان رح تبين عنده بالانجلي اللي اسمه post هون انه في devoir في يعمل له view من هون بيكون عم يقدر يشوفه وان ميم تان نحن بالانجلي assignment فينا نكون عم نشوف شو الاتا تبع هالدوفار يعني هون عاطيني انه 0 سير 114 هو النمبر ديتوديان اللي عندي اياها دان سيت كلاس turned in ردوا لي اياها اوكي وبنقدر نشوف الاتا اذا هو شافها مثلا not turned in او viewed او returned هيك نشوف الستودنت فيو انا وياكم التلميذ رح تبين عنده بهيدي الطريقه رح تقول التيتر هون ديفار سمول بيزك الانستركسيون هون وهون ستودنت ورك بإتاب تانية هذا الفيديو رح كون عم ببعثه بعدين للتلميذ كيف بيقدر يعمل لنا تيرن ان للديفوار من بعد ما يجي لعنا الديفوار نقدر نحط له نحن العلامه ونرجع نبعث له اياها كمان طيب هي بالنسبه للكويز رح كمان اساينمنت مره تانية بس هالمره رح نستعمل الكويز create quiz رح اشرحها بالفيديو اللي بعد هيدا